متابعي اليوم السابع في كل مكان، نرصد لكم اليوم من محافظة بورسعيد حالة الطقس، وبالتحديد احنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث نشاهد حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة جدا، وطبعا غير ملائم الجو للصيد تماما والأنشطة البحرية، وارتفاع الأمواج بتتراوح من مترين لثلاث أمتار، رغم أن الشمس ساطعة إلا أن درجة الحرارة منخفضة جدا جدا في كافة أحياء وميادين بورسعيد وليست على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وكما نرى الأمواج على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حال رياح أمواج، ونرى طيور النورس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخروج المياه، كما نرى الأمواج على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. الأمواج تتلاحق على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، كما نرى طيور النورس على الشاطئ تبحث عن الدفء. الجو طبعا طقس كما نرى، عزوف الصيادين على الصيد، وأدى المراكب على شاطئ بورسعيد حفاظا على أرواح الصيادين من الجو الشديد والارتفاع. شكرا لحسن المتابعه.